اليوم سندرس عن أساسيات تطوير ووردبريس، وتحديدا سندرس عن الشورت كود. وموضوعنا أكيد سنقرأ من التوثيق ووردبريس، وأيضا أذكركم بالمسار، مسار الأساسيات، أساسيات الأساسيات نحن بهذا الموضوع. ومن هنا يمكنكم طبعا كل شيء موجود بصندوق الوصف. فنحن تعلمنا عن الأكشنز، تعلمنا عن الفلترز، والآن سنتعلم عن الشورت كود والموضوعات التي تختص بها سلسلة أو مسار أساسيات تطوير ووردبريس. هي موضوعات الأساسيات التي يتم تطبيقها على قوالب ووردبريس، وأيضا يتم تطبيقها على إضافات ووردبريس. فأساس بهذا الموضوع هو أن ننشئ إضافة كما اتفقنا. سأنشئ إضافة باسم LWN Custom Shortcode، أو ربما نسميها LWN Shortcode مباشرة. وسنذهب إلى LWN Shortcode وننشئ ملف اسمه LWN Shortcode.php. كالعادة نفتح تاج الـ PHP، وماذا نفعل؟ نبدأ بكومنت، لأن اتفقنا الكومنت هذا هو الذي يجعل الإضافة إضافة. فإذا plugin name، هنا سنكتب custom أو اسمها LWN Shortcode، والdescription الخاص بها هو ما هو الdescription؟ learns about أو create simple shortcodes، وال version ستكون هي عبارة عن one هكذا. التكست domain، text domain سيأتي وقت نتحدث عن التكست domain، سيكون هو عبارة عن LWN shortcodes. مع ال translation سنتحدث عن هذا، وال author هو اسمك. فإذا انتهينا، أصبحت لدينا هذه الإضافة، يمكن الآن أن نراها بالإضافات. إذن أين هي؟ ها هي، يمكن أن نفعلها. يفترض أن لا يكون هنالك أخطاء، وبالفعل لا يوجد أخطاء. فإذا الآن اليوم طبعا نحن اتفقنا أن في أول كل إضافة ماذا أفعل؟ أعرف العنوان الخاص بها، plugin name، صحيح؟ فإذا هل نبدأ بهذا الموضوع؟ فلنبدأ به. فإذا بداية هنا سنكتب define plugin. أعتقد بعد الانتهاء من هذه السلسلة ستصبح خبير إضافات، وخصوصا الأساسيات. الأساسيات ستكون واضحة جدا بالنسبة لك. فإذا LWN short code، بخصوص المسار سيكون plugin dev path. طبعا أنا أقول هذا بسبب التكرار، لأننا كررنا كثيرا بعض الأشياء. فإذن الآن هنا سنقوم بإنكلود فايل. فالفايل طبعا نحن لم ننشئها بعد، الآن سننشئها، لكن سنتخيل أننا أنشأناها. فإذن require once LWN short codes، وثم برأيكم أين نضع الشورت كود؟ شورت كود طبعا لهذه اللحظة ربما غير واضح ماذا يعني الشورت كود، لكن الشورت كود هي عبارة عن شيء معين يظهر على الواجهة الأمامية، فبالتالي يجب أن أضعها بمجلد public وأسمي هذا الشورت كود. فإذا بداية أنا سأسمي أول شورت كود LWN أو say hello short code، هكذا أريد أن أسميه وفقط. فإذا الآن لا يوجد لدي هنا مجلد اسمه public، سأقوم بإنشائه، وبداخله سأنشئ ملف اسمه نسيت اسمه، تصدقون، say hello short code. إذن هنا سنسميه say hello short code. فالآن أصبح هذا الملف جاهز. إذا قمت أنا الآن هنا بالتحديث، خطأ، كتبت شيء خطأ. إذن ما هو؟ فإذن يقول أن الملف say hello short code غير. ثم تعرفون ما هو الخطأ؟ لم أكتب PHP بهذا الشكل. إذن enter. الفكرة بالموضوع أن عندما أكتب أنا جافا سكريبت، فأنا لا وأقوم بإنكلود لجافا سكريبت، فلا أقوم باستدعاء نهاية الملف، يعني الإكستنشن لا أكتبه. فأنا اعتدت على هذا الموضوع حقيقة، فنسيت أن أضيف .php هذا. لكن أعتقد أيضا إذا كتبت هنا سلاش، هل سيعطي؟ هو أعطى خطأ في شخص سابق، هل سيكون خطأ هنا الآن؟ لا، لم يعطي خطأ. فإذا هذه لم تكن فكرة خطأ، أن لو أضفت هنا سلاش لا مشكلة. فجيد، أعتقد جيد. فإذا الآن سنستمر
مع هذا الموضوع. فإذا جيد جدا، فإذا الآن قمنا بإنشاء هذا الملف، لكن لا نريد أن نكتب به say hello بالتأكيد، نريد أن نكتب فعليا فيه say hello لكن ليست بهذه الطريقة. فبكل بساطة سأقوم حاليا بكتابة شيء جدا 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 بسيط. يوجد function بووردبريس اسمه add shortcode، وفي هذا الفانكشن يمكن أن أضيف أكواد قصيرة، أكواد مختصرة. ماذا يعني أكواد مختصرة؟ الآن سنرى ماذا يعني ذلك، لكن تتبعوا معي. نريد أن نضيف شيء ما، هذا الشيء ما بداية يجب أن نعطيه اسم هنا، وثم نعطيه function الذي سيعبر عن هذا الاسم. فما الاسم الذي سيكون لهذا الشورت كود؟ سنسميه LWN short codes say hello، لكن ربما هذا الشورت كود طويل نوعا ما، فيمكن أن نكتب هكذا LWN مثلا say hello فقط، LWN say hello، وهنا نكتب LWN say hello callback، وهنا نقوم بإنشاء هذا الفانكشن LWN say hello callback. وهنا يمكن من خلال هذا الشورت كود أن أكتب أي شيء فعليا، أي شيء أنا أريد. فمثلا يمكن أن نبدأ ب echo hi مثلا، echo hello بهذا الشكل. فإذن الآن أنا أنشأت هذا الشورت كود، لنذهب ونتأكد من الصحة، لا يوجد أخطاء، ممتاز. فإذن الآن طريقة تنفيذ هذا الشورت كود، أذهب إلى الصفحات ومثلا أنشأ صفحة جديدة وأسميها مثلا مرحبا، مرحبا جيد. وهنا بهذا المحرر الجديد جوتنبرغ يمكن أن تضيف هنا شيء اسمه كود مختصر، ابحث عنه، كود مختصر أو كود قصير هنا، وهنا يمكن أن تضيف هذا الكود القصير. فهذا الكود القصير هو نفس الاسم الذي أضفناه هنا LWN say hello. فإذا هنا يجب أن نقوم بإضافة أكواد مربعة بهذا الشكل ونكتب اسمه LWN say hello. فإذا أتمنى أن لا يوجد أي مشكلة. فإذا نشر ونشر، هل يوجد مشاكل؟ طبعا حدثت لدينا هنا مشكلة معينة، والسبب أن هنا الكود القصير لا يقبل أن نقول مثلا echo hello بهذا الشكل، فعلينا أن نغير القصة بشيء ما. طبعا الموضوع أيضا هو أن بالنسبة للسي هلو يجب أن يعيد، بالنسبة للشورت كود يجب أن يعيد شيء، فربما أعيد return hello، نعم نجح. فإذا الآن مشاهدة الصفحة، فإذا لاحظوا hello. فموضوع الشورت كود هنا، فإذا لنكرر الموضوع، نحن قمنا بإنشاء اسم له وقمنا بإنشاء function له، وهذا function بداية قمنا بكتابة echo hello بهذا الشكل، لكن هذا الشيء غير صحيح لأن الشورت كود يجب أن يعيد شيء، فبالبداية لم يعيد أي شيء. يمكن أن أعيد شيء آخر مثلا hello how are you مثلا، يمكن طبعا دعونا نرى hello how are you كيف تكون، نعم. وأيضا يمكن أن أعيد html هنا، فمثلا أكتب هكذا هذه paragraph tag، يمكن أن أعيد h1، أريد أن أعيد h1 حتى تروا الفكرة، ثم سأقوم بإنشاء شيء أصعب من هذا. فإذن ها هي، فإذن هذه هي h1، وإذا قمت بإنسبكت element سأراها h1، فإذن ها هي h1، لاحظوا h1. فموضوع الشورت كود فقط بشكل مبسط جدا 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 جدا، ما هو الشورت كود؟ هو شيء، هو بدلا أن أكتب مثلا هنا hello how are you، أو أكتب paragraph tag، أو أكتب شيء معين، مثلا أريد أن أكتب هنا بهذا الشورت كود شيء آخر، لا أريد أن أكتب hello مثلا، يمكن أن أكتب مثلا buy this item، وثم أقوم هنا بكتابة مثلا ID لهذه الايتم، فالآن buy this item. هذا الشيء الذي تم إنشاؤه هنا بهذه الصفحة، عفوا، هذا الشيء الذي تم إنشاؤه هنا بهذه الصفحة، هذا الكود مختصر، يمكن أن أقوم بأخذه مثل ما هو هكذا وأضعه في صفحة أخرى، يعني يمكن أن أضعه مثلا في مقالة أيضا. فإذا جلبت المقالات، مقالتي الجديدة، يمكن أن أضع فيها نفس الشورت كود وسيتم عرض نفس الموضوع. فإذا هنا تحديث ومشاهدة المقالة، أيضا سأجد فيها buy this item، جيد. فإذا فكرة الشورت كود هو أن أقوم بعرض محتوى معين مخصص
بطريقة معينة، وثم فقط يتم عرض هذا المحتوى باستخدام هذا الشيء الذي هو اسمه الكود القصير أو الكود المختصر أو الذي اسمه هذا، وتضعه هنا. فإذا هذا هو الكود القصير، هذا هو الشورت كود، هذا هو مبدأه. الشورت كود جدا مستخدم، يمكن أن تستخدمه بالبلاجن، يمكن أيضا أن تستخدمه بالثيم، لا مشكلة. ويوجد كثير من الاستخدامات له، لكن أنا أحببت أن نبدأ بشيء بسيط جدا جدا. فإذا هنا لاحظوا أنا كتبت return كذا، أنا أريد أن أغير هذا، أريد أن أكتب هنا paragraph، وأريد أن أضيف له style background مثلا blue و color white، وأريد هنا أن أكتب بدلا buy this items hello everyone، ولأن هذه اسمها hello say hello، فأريد أن أقول hello. إذا مرة أخرى الآن لو قمت أنا بعرض هذه المقالة، لاحظوا hello everyone، وأيضا لو ذهبت لصفحة مرحبا أيضا فيها نفس الشيء. فإذا هذا الشورت كود يمكنني أن أنشئ محتوى وأضعه في أكثر من مكان باستخدام شورت كود. شورت كود مرة أخرى جدا 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 مستخدم بوردبريس. إذا كان لديك خبرة مع ووردبريس، ليس التطوير الووردبريس العادي، مثلا الشورت كود، يوجد شورت كود مثلا لعرض منتجات ووكوميرس، يوجد شورت كود لعرض كورسات مثلا إضافة ما، الشورت كود جدا 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 مستخدمة، ويمكن استخدامها بالبوست البيجز والويجات يعني. الآن الإضافة الثانية التي أريد إنشائها بهذا الموضوع، فأريد فعليا إنتاج شورت كود آخر، لكن هذا الشورت كود لا أريده أن يعرض لي هلو، بل أريد أن يتم إنشاء زر معين بهذا الشورت كود، يعني بوتن معين، عندما يقوم الزائر بالنقر عليه أريد أن يوجهه لصفحة معينة إن كانت داخلية أو خارجية. فكيف ذلك؟ فهنا سأكتب هذا الشورت كود، سأسميه بوتن شورت كود، وأقوم بإنشاء الملف. وهنا بهذا الملف، طبعا هو ملف PHP، وهنا سنقوم بإضافة إنشاء شورت كود باستخدام add شورت كود، وبداية سنعطيه اسم، يعني اسمه سيكون نفس الشيء LWN button هكذا، أو نسميه redirect button حتى يقوم هذا بالتحويل. وهنا سأعطيه callback، فإذن redirect button callback. سأقوم بإنشاء هذا الفانكشن، فإذن function سأقوم بإنشائه هنا، وسأعيد فقط كلمة redirect، أو ربما أعيد هنا button للتجريب، وبهذا البتن سأكتب go there مثلا، فقط شيء بسيط جدا. وثم طبعا هذا اسمه LWN redirect button. فإذا هنا سنذهب إلى الصفحات، ننشأ صفحة جديدة وسنسميها نسمي الصفحة redirect، وهنا نعم ها هو أضفته مرتين، هذا فاسمه هذا LWN redirect short code أو button، يعني أتمنى أنه صحيح، وسأشاهد المقالة هنا أو هنا. فإذا لاحظوا صحيح، فإذا قمت بإضافة هذا البتن، هذه المرحلة الأولى لإنشاء هذا الشورت كود. فإذا ممتاز ممتاز. طيب أنا ربما يمكن مثلا أن أقوم بكتابة شيء هنا، أن مثلا أكتب هنا أن بتن مثلا HTML، وأقوم ب لا أريد الآن أن أقوم بإنشاء بتن، سأنشأ أي تاغ، وهنا سأضيف هذا حتى تجمع معها أو تضيف إليها. وهنا سنكتب مثلا، هنا لدينا عفوا سيكون لدينا هنا الـ URL مثلا، سنرسل لموقعي مثلا learnwithnow.com فقط. فإذن هذا هو الـ href، وهنا سنكتب go to مثلا learn with now، وهنا الريتيرن لن نقوم بإعادة، طبعا هذا يجب طبعا أن أضع هنا نقطة حتى تعرفون، يعني أضيف لي الكود السابق أو السترينج السابق، وهنا بالريتيرن لن أعيد الشيء السابق، سأعيد button html وفقط. فإذا لنرى تحديث go to lwn، طبعا إذا ذهبت إليها حولني للموقع. فإذا ممتاز جدا، فإذا نحن نجحنا أيضا بالخطوة رقم 2. الآن للخطوة رقم 3 التي هي أن
هذا أنا أكتبها بنفسي وهذا أنا أكتبها بنفسي، لكن أنا أريد الزائر أن يخصص ذلك من نفسه، فكيف ذلك؟ فإذن مرة أخرى سنتعلم شيء جديد، يمكن من خلال هذا الشورت كود، يعني يمكن مثلا هنا تحرير الصفحة، فيمكن للشخص أو مثلا طيب ماشي لا مشكلة، فإذن هنا يمكن هنا بالداخل هكذا أن يكتب مثلا URL يساوي مثلا هنا جوجل، سأكتب جوجل هذه المرة google.com، ويمكن أيضا أن يكتب ليس بالخارج، هذه مشكلة دقيقة واحدة، فإذن هنا سأكتب هكذا، فإذن LWN button، فإذن URL هذا، وهنا أيضا سأكتب التكست، مثلا التكست go to جوجل، فإذن لاحظوا، فإذن هذا اسمه، وأنا أريد من الشخص أن يزود URL الذي يريد أن يذهب إليه والتكست، فإذن هذا سأخذها مثل ما هي وأقوم بوضعها هنا وتحديث ومشاهدة الصفحة. طبعا لا شيء يبقى كما هو لأنني لم أغير الكود هنا. فإذن هذه URL الذي كتبها الشخص من أين أجلبها؟ أجلبها من الأتريبيوت التي يأخذها هذا الكول باك. هذه الأتريبيوت لا أعرف إذا كان بإمكاننا أن نطبعها الآن دون أن نحصل على خطأ، لكن دعونا نحاول أن نراها. هل كتبت خطأ؟ لا، جيد. فإذا هنا تحديث، ها هي. فإذا هذه الأتريبيوت لاحظوا هي عبارة عن array، والarray هي فيها URL وفيها text، فإذا هذا نفس الأشياء التي تم إدخالها من قبل اليوزر، فإذا الآن أستطيع الدخول للURL وأستطيع الدخول للtext، واضح؟ فإذا الآن لو كتبت أنا هنا مثلا echo attribute مثلا text، هل سأحصل على التكست فقط؟ فإذا مرة أخرى Enter، نعم. ونفس الفكرة لو كتبت URL هاي في الأعلى هنا الذي لا يتابع أو لا يرى، فإذا هنا في الأعلى، فإذا هنا أصبح لدي ال URL والتكست، فإذا هنا يمكن أن أكتب هنا URL يساوي والتكست يساوي حصلت عليه. فإذا الآن بدلا من الاترف هذا يمكن أن أكتب هنا ماذا؟ أكتب URL، وبدلا من التكست هذا أكتب تكست. فإذا لنرى النتيجة، هل نجحنا؟ نعم نجحنا، go to google وسيذهب إلى جوجل. فإذا لاحظوا الإضافات التي سنضيفها على هذا الكود، هو كود جيد لكن ينقصه بعض من الحماية، والحماية هي خاصة بووردبريس. كيف يعني خاصة بووردبريس؟ يعني يوجد، أنا أقصد أن يوجد function موجودة بووردبريس يمكن أن نطبقها للحماية. ففكرة الحماية هو كون الشخص سيدخل الـ URL وسيدخل التكست، فما الذي يمنع أن يدخل شيء ضال؟ فنحن الحماية التي أو الثغرة التي يجب أن نغطيها هنا هي الـ URL والتكست، يجب أن ننظفها قبل أن نستخدمها. فبووردبريس يوجد function اسمه escape URL، والذي يأخذ الأشياء الضارة من الـ URL تحديداً الـ URL يعني الروابط، ويعيدها نظيفة. ولنقرأ عن هذا حتى تضح تكون الصورة واضحة. فإذن escape URL، ولا تقلق نحن ما زلنا بالأساسيات، من الجيد أن تعرف هذه الأمور لأنها ضرورية جداً. كما تعرفون أن ووردبريس يتحدث باستمرار، فإذا استخدمت ووردبريس نفسه بحد ذاته وأخذت التحديثات من مطورين ووردبريس، أنت آمن فعليا. لكن طالما أنت تستخدم إضافات وثيمز مختلفة، فأنت في يعني هذه تشكل ثارة أمنية إذا لم تكن من مصادر معروفة. فمثل هذه الإضافة إذا قمت أنا برفعها مثل ما هي واستخدمها الأشخاص، فأنا أشكل إضافتي تشكل ثغرة أمنية للمواقع التي تستخدمها. هذه هي الثغرة، أني لم أنظف URL ولم أنظف التكست. فأنت عليك دائما أن تفكر بتنظيف مدخلات الشخص قبل أن تستخدمها. فإذا escape URL يأخذ URL، لاحظوا، وهنا ماذا يفعل؟ ينظف URL، واضح؟ ففعليا هنا طالما هذا ينظف URL ممتاز، أريد أن أستخدمه. كيف سأستخدمه؟ أريد أن أستخدمه هنا فعليا. فبالنسبة لي هنا بووردبريس، طبعا أنا أكتب بهذا بووردبريس أو PHP، أنا أكتب بهذه الطريقة، لكن يمكن أن أكتب أن أغلق الـ PHP من هنا. فإذا الآن أنا خرجت من الـ PHP أصبحت HTML،
وهنا افتح تاج ال PHP مجددا بهذا الشكل. طبعا هنا يمكن ان اكتب HTML، فربما يمكن ان اكتب A tag مباشرة واغلق ال A tag بهذا الشكل. هنا اريد ان اكتب، هنا اريد ان اكتب ماذا؟ اريد ان اكتب text، فيمكن ان اكتب افتح تاج ال PHP هكذا مجددا واغلقه واكتب echo text. بالنسبة لل A tag ففيها href، هذه ال href يمكن اريد ان اضع فيها url، فافتح تاج ال PHP هكذا واكتب escape url واضع ال url. هنالك مشكلة بهذا لكن اريدها ان تحدث حتى تروا، وفقط هذه القصة. فبالتالي هنا انا ما الشيء الذي سافعله؟ طبعا لاحظوا يمكن ان امسح هذا، لكن الان قد انت تتساءل ان ما هو سؤالك؟ سؤالك ان كيف ساقوم باعادة هنا ال، كيف يمكن ان اعيد ال HTML؟ لم يعد HTML هذا، او لا يوجد شيء اسمه بطن HTML، كيف اقوم باعادته مثلا؟ فكيف ذلك برايكم؟ فنحن سنكتب الكثير من الاشياء هنا. الان هي فقط هي فقط URL وtext، لكن يمكن ان تكتب بالشورت كود صفحة مثلا كاملة من الكود. فكيف تبدأ بذلك؟ فبكل بساطة عليك ان تبدأ شيء اسمه البفر، فاذا وهذا شيء ب PHP، فاذا تكتب start البفر هكذا، وعندما تقوم ب return هنا ماذا تفعل؟ تقوم ب return الكلين لهذا البفر، جيد؟ بهذا الشكل. فالان ما الشيء الذي سيحدث؟ طبعا هل ما هذا؟ هكذا جيد. فاذا الان لنرى اذا كان هنالك خطا نصححه، طبعا ليس باليد حيله. فاذا ما زلنا بجوجل، والجوجل لاحظوا الجوجل يذهب لا يذهب الى الرابط الخاص به. طبعا انا قلت لكم ان هنالك مشكله، سيكون هنا يوجد مشكله فعليا، وبالفعل حدثت المشكله. هي ليست مشكلة، هي شيء يجب أن تنتبهوا إليه، وبالتالي أنا أخطأت به عن قصد. لاحظوا إذا قمت أنا بإنسبكت إليمنت وذهبت إلى الشيء الذي تم كتابته هنا، لاحظوا الهرف فارغ، وهنا أنا كتبته، فكيف هو فارغ؟ فالقصة بهذا الموضوع هو أن أنا لم أكتب إيكو، فإذن هذا فقط ينظف الـ URL، جيد، لكن أنا لم أطبعه على الشاشة، فإذن إيكو. فإذن الآن إذا قمت بالتحديث، لاحظوا الآن ظهر رابط الجوجل، والآن يمكن أن أذهب إلى الجوجل، واضح؟ بخصوص موضوع التكست، فإذا التكست يمكن نحن أن أيضا يجب أن يتم تنظيفه، ويمكن أن ننظفه بعدة طرق، لكن يمكن أن نستخدم أيضا function اسمه escape html، والآن سنقرأ عنه. فبحيث قام الشخص مثلا بإدخال script dot في مكان التكست، لن يحدث أي شيء. فإذا قمت أنا بالتحديث لاحظوا كل شيء تمام، ويجب أيضا أن أقرأ عن escape html. فإذا escape html escape html blocks، فإذا بحيث إذا كان هنالك dev كان script فهذا لن ينفع. فإذا لاحظوا مثلا مثال إذا كانت لدينا هذا، جيد، ف إذا قمت بescape لها كامل ففقط لن هذه الأقواس هذه سيتم تحويلها لـ HTML، وبالتالي لن يتم، إذا كان هنالك تم إدخال script لن يعمل، فسيكون كل شيء في أمان، واضح؟ فإذا الآن نحن أنشأنا شيء جيد. ربما تريد أن تقرأ عن هذا، هذا هي عبارة عن PHP وليس بوردبريس، فعلينا أن نذهب لـ PHP docs ونذهب ونقرأ عنها. ها هي، فإذا ها هي ما هي، ماذا تفعل؟ تقوم بفتح الـ output buffer ويقوم بجعله on. طبعا طريقة إغلاقه هي هذا التي نفسها التي استخدمناها get clean. فإذا أين هي؟ يمكن أن نبحث عنها get clean، أو عفوا ها هي. فإذا get clean ماذا تفعل؟ تقوم بأخذ محتويات البفر وتقوم بحذفه. فإذا نحن نحصل على محتوياته نرسلها لنهاية نقوم بريتيرن لها لهذا الفانكشن، وبالتالي يتم عرض هذا. فإذا بالنسبة ل OB get clean أو
start. فهذه الأشياء ليست من WordPress، هذه من PHP. تقوم بفتح البفر بداية، نفتح البفر، وعندما ننتهي نقوم بأخذ محتويات هذا البفر ونقوم بمسحها. يمكن أن نكتب شيء مختلف، مثلا نكتب مثلا بدلا من return هكذا مباشرة، يمكن أن نكتب هنا دقيقة، يمكن أن نكتب هنا مثلا هكذا output يساوي هذا، عفوا يساوي هذا، وبالريتيرن ماذا نفعل؟ نقوم بالريتيرن هذا الاوتبوت ولن يتغير اي شيء الان سنختبره. فاذا تحديث لا يوجد شيء متغير، كل شيء نفس الشيء. طبعا بالتاكيد يمكن للشخص ان يغير، مثلا دعونا نذهب مثلا هنا نغير، مثلا نريد ان نذهب لياهو بدلا من جوجل ونكتب هنا go to ياهو. ويمكن ايضا ان نقوم باستخدام اكثر من شورت كود، مثلا هنا نريد ان نذهب learn with now، هنا go to learn with now. جيد، فهنا لاحظوا سأقوم بكتابة، سأترك هذا الشورت كود، ما رأيكم نضيف شورت كود آخر؟ فلماذا لا يظهر بداية؟ فإذن شورت كود، فإذن ها هو فإذن إغلاق، فإذن تم إضافة، فإذن هذا واحد وسأضيف واحد آخر أيضا هنا وتحديث. فإذن مشاهدة المقالة، فإذن لاحظوا ظهر لدينا هكذا بجانب بعضها البعض لأنها ايتاك. فإذا هذا يذهب للجوجل، هذا يذهب لياهو، وهذا يذهب لموقعي. فموضوع الآن، الموضوع هو أن لماذا يظهر هذا البتن بهذا الشكل؟ هذا يعود لشيء اسمه style، كيف تقوم بستايلينج لهذا البتن. فإذا يمكن هنا أن أكتب مثلا بدلا، أكتب هنا أضيف class، وبهذا الكلاس أكتب مثلا، ليس class عفوا، أريد إضافة style، وهنا أكتب display block وتحديث. فإذا سيتم عرض كل واحد منها على سطر. فإذا واضح، فإذا هل هذا واضح؟ فنحن فعليا يعني تقدمنا فعليا بهذا الموضوع، وتقدمنا بإنشاء الشورت كود بووردبريس. لنتحدث عن دو شورت كود، وهذا عبارة عن function، وبهذا function يمكن أن نطبق short code معين. فمثلا يقول يقوم بالبحث عن محتوى short code ويقوم بعرضها خلال hooks. فهنا يقول إذا كان ليس هنالك short code defined، ما الشيء الذي سيفعله؟ لن يتم عرض أي شيء. فلنرى مثال عن هذا الموضوع وثم نكمل. فإذا لاحظوا بهذا هنالك شورت كود اسمه جاليري، فماذا يفعل؟ يقوم بعرض هذا الشورت كود. فإذا هنا يكون لدينا شورت كود معين، وهنا يتم إضافة محتوى بالشورت كود. لم نتعلم هذا بعد بخصوص شورت كود، لا مشكلة. فهنا فقط يقوم بإضافة هذا الشورت كود. فلنطبق هذا. فبكل بساطة سأقوم بإنشاء ملف آخر، وهنا سأقوم بتسميته ماذا نسميه؟ لا أريد أن نسميه بنفس اسم الفانكشن، أو يمكن أن نسميه do short code هكذا، وسأقوم بإنشائه. فذن public do short code، جيد. وهنا سأقوم بفتح هذا. فذن يمكن أن أكتب هنا do short code، وأقوم هنا بإضافة، لنطبق مثلا short code LWN say hello. فإذا أين هو؟ فذن لنغلق طبعا بالتأكيد لأنني لم أقم بإنشائه بعد، فمثلا الآن سيذهب الخطأ. فإذا جيد، فإذا الآن لو ذهبنا إلى هذه الصفحات، فإذا صفحة مرحبا هذا، فإذا تحرير، فإذا هذا هو الشورت كود. فإذا عرضت هذا الشورت كود، فيمكن بكل بساطة أن أكتب هكذا do short code، وهنا أضع الشورت كود. جيد، هل سيتم ذلك فعليا؟ لاحظوا إيكو، هل سيتم ذلك فعليا؟ وأين فعليا سيتم عرض هذا؟ فإذا قمت أنا بتحديث هنا، لاحظوا تم عرضه هنا في الأعلى. فإذا تم عرضه في كل مكان، حتى في الأدمن سيتم عرضه hello everyone، مع طبعا الخطأ، لأن نحن اتفقنا أن لا نكتب echo بهذه الطريقة. لكن الفكرة التي أود أن أعرضها هنا بدو short code، أن إذا كان لديك short code معين وتريد أن تعرض ضمن الكود الخاص بك، فيمكنك أن تستخدم do short code. فإذا لا داعي أن تعيد كتابة كل هذا مجددا حتى تقوم بعرض الكود الخاص بك في
تقوم بعرض الكود محتوى هذا الكود مختصر في الكود الخاص بك. فأين يتم استخدام ذلك؟ مثلا مثلا أنت في موقعك أو في القالب الخاص بك أو في إضافتك تريد أن تعرض مثلا منتجات ووكوميرس. منتجات ووكوميرس متاحة من خلال شورت كود، فيمكنك أن تكتب هنا مثلا ووكوميرس برودكت، طبعا حسب اسمه مثلا، لا اعرف ما اسم الشورت كود، مثلا برودكت بهذا الشكل، وهنا فعليا سيتم عرض البرودكت. لكن بالتأكيد لا نريد ان نجعل الامور معلقة بهذا الشكل، فيمكن هنا ان نجمع بين معرفتنا السابقة، نضيف معرفتنا الحالية على معرفتنا السابقة ونستخدم add action. فذا هنا ب add action سنسمي action جديدة ونسميها LWN short code، فذا do say hello، وهنا سأقوم بإضافة call back، جيد، وهنا سأقوم بإضافة هذا call back function، وهنا بداخل هذا function أضيف هذا بهذا الشكل. فذا الآن أنا قمت بإتاحة إضافة do say hello، الآن إذا قمت بالتحديث لن يحدث أي شيء فعليا، لكن عندما أريد أن أقوم بعرض هذا الشورت كود بكل بساطة أستدعي الأكشن باستخدام do action، فإذا باسم هذه الأكشن. هذا الشيء نحن تعلمناه بوقت سابق، ليس شيء جديد هذا نفسه، لكن استخدمنا هنا بدلا بالأد أكشن بفانكشن الأكشن أضفنا الشورت كود، واضح؟ فهذا هو بهذا الخصوص بهذا الموضوع. طبعا ربما أنت تسأل أن هذا نفس السابق، لأن لو قمت أنت بعد هذا سيتم نفس الشيء، يعني ما الفرق أنك قمت بوضع add action أو بدون add action؟ فأنا سأقول لك الفرق. نحن نتعلم الأساسيات، فليس لدي يعني مثال مناسب الآن أن أقوم بعرضه يمكنك أن تستخدم فيه do action غير هذه الطريقة. إذا أردت أن أستخدم do action مثلا بكود طويل مثلا نسبيا سيكون صعب بالنسبة لك، فبالتالي نحن نسير خطوة 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 نحو الأمام، فبالوقت المناسب سنقوم بإنشاء action ونقوم بdo action بالمكان الصحيح، حتى لو كانت echo لن تسبب هذه الأخطاء لأننا سنضعها بالمكان الصحيح كما قلت، واضح؟ جيد؟ فإذا الآن سأعلق هذا لأنه سبب خطأ ونقوم بالتحديث، واضح؟ فإذا جيد جدا. فإذا اليوم تعلمنا عن الشورت كود. شورت كود شيء أساسي فعليا، من الأساسيات وشيء سهل يمكنك أن تقوم به، ويمكن أن تقوم بأي شيء، أي شيء تقوم بتحويله لشورت كود، كود مختصر واستخدامه في اللوحة الأمامية. الملاحظات هي لا تنسى أن تقوم دائما بتنظيف أي مدخل يدخله الشخص. إذا كنت لا تعرف كيف تنظف فابحث في الجوجل، ولكن بشكل عام الـ URL تستخدم Escape URL، وبالنسبة للتكست مبدئيا يمكنك أن تستخدم Escape HTML، واضح؟